مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير. شهر رمضان المبارك سيشهد هذا العام تقلبات كبيرة في درجات الحرارة والأحوال الجوية، تتراوح ما بين ارتفاع كبير في درجات الحرارة ثم انخفاض إلى حول المعدل، وأحيانا زخات متفرقة من المطر. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية. نلاحظ أن بداية هذا شهر رمضان المبارك إن شاء الله سيطرأ ارتفاع تدريجي وواضح على درجات الحرارة، خاصة في الأسبوع الأول، وفي 16 و 17-3 تقريبا بنلاحظ أنه ستتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى سقوط زخات متفرقة من المطر. والأسبوع الثاني إن شاء الله هي فترة بداية تكون المنخفضات الجوية الخماسينية. المنخفضات الجوية الخماسينية عادة تتكون جنوب جبال أطلس جنوب الجزائر، وتمر عبر ليبيا ومصر ثم باتجاه شرق البحر المتوسط، ويبدأ تأثيرها على المملكة. في مقدمتها يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة، تسود الأحوال الجوية الخماسينية، حيث تكون الأجواء حارة نسبيا، جافة مغبرة مع غيوم متوسطة وعالية. وبعد ذلك عندما تتحرك إلى الشرق يندفع خلف كتلة هوائية باردة نسبيا تؤدي إلى حدوث انخفاض على درجات الحرارة وسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا. هذه هي الوضعية الجوية، وبالتالي انحراف كميات الأمطار. بنلاحظ أن الأمطار في منطقة بلاد الشام والأردن خاصة المناطق الشمالية رايحة تكون تقريبا أمطار أعلى من المعدل، لكن أمطار حول المعدل في المناطق الرمادية واللون الأصفر أقل من المعدل. وأما بالنسبة لدرجات الحرارة بنلاحظ أن درجات الحرارة في الأردن راح تكون تقريبا حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل، أو في هناك تغير يعني ما بين ارتفاع وما بين انخفاض مرورا بأنها تكون أحيانا حول المعدل. إذا شهر رمضان المبارك سيشهد تقلبات في الأحوال الجوية، وأيضا من 20-3 إلى 10-5 تقريبا يبدأ تأثير المنخفضات الجوية الخماسينية هذا بالمعدل، بمعدل تقريبا منخفض جوي واحد كل أسبوع إلى 10 أيام. في مقدمة هذا المنخفض يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بتكون أعلى من المعدل، ثم تنخفض إلى حول المعدل أو أقل من المعدل بقليل بعد مرور هذا المنخفض، وتؤدي أيضا إلى سقوط بعض الأمطار. إذن هناك تغيرات واضحة رايحة تكون في الأحوال الجوية خلال شهر رمضان. نتمنى للجميع صياما مقبولا، وكل عام وأنتم بخير. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع